هل اليوم في عنا بنى تحتية قادرة على جذب أسواق سياحية جديدة؟ هل اليوم في عنا نظام بيقدر يعطينا أرقام دقيقة لنعرف حجم القطاع السياحي الفعلي؟ هل اليوم في عنا رسم سياحية مسعرة وعم تتسوق وتنبيع بالخارج؟ هل في استراتيجية وطنية عندها أهداف سياحية محددة؟ الجواب هو عندكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ وديع كنعان، رئيس لجنة السياحة والنقل والتنظيم المدن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. طبعا بحييك، بحيي كل المشاهدين. مرسي، بحييك وبحيي المشاهدين وبحيي الام تي في. شكرا لك. طبعا هل 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 الأسئلة اللي سألتها كمسؤول عن بهذا القطاع بمؤتمر نحو سياحة مستدامة كانت بالشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكل النقابات السياحية وزارة السياحة طبعا وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بعتقد استقطب كثير من الاختصاصيين والمعنيين في السياحة في لبنان لأن هي ركن من أركان اقتصادنا الوطني. هالأسئلة يلي سألتها تركت لنا لقلنا جواب. أنا اليوم لوحدة ما في جواب، بس لا سألتها أستاذ وديع اليوم، هل بلش توصل لك الأجوبة عليها؟ أكيد ضمن المؤتمر هو كان الهدف أنه ناخد الأجوبة. هيدي أول كلمة بالمؤتمر، كانت افتتاح المؤتمر، ما كانت كلمتي أنا على البلاتفورم يلي حكيت فيها عن السياسة السياحية. هالأسئلة هيدي كانت موجهة لأهل القطاع. كان عندنا تقريبا حوالي أو تحديدا 987 شخص حضروا هالمؤتمر وشاركوا فيه، أغلبيتهم من أهل القطاع كانوا جايين يقولوا كلمتهم. كلنا اليوم نعرف أنه عم ندير أزمة، فمن هيك الكلام اللي قلناه ما كان معناتها أنه ما عندنا، كنا عم نشوف قدي عندنا من تنشوف كيف بدنا نطوره تنقدر نوصل قد ما فينا للمية بالمية. برأيك أكثر من نص الكباية مليانة؟ بعتقد اليوم عندنا أكثر من نص الكباية مليانة. بدنا نعبيها. يمكن في أشياء كتير بنحكي فيها هلا. طبعا التوصيات يلي صدرت كان أولا يمكن الاستقرار، يعني الكل يوعى أنه بدنا استقرار تكون عنا سياحة، بس كان في توصية تانية كانت كتير مهمة، هي أنه السياحة في لبنان اليوم بدنا ننشطها، وهيدي مسؤولية كل مواطن مش بس مسؤولية أهل السياحة، بس نحن كلبنانيين كل واحد بيقدر يلعب دور. بعتقد أكيد نحن بحاجة أنه نتواصل مع بعضنا، وهيدا كان دورنا بالمجلس الاقتصادي، صار في تواصل، صار في تعاون مع القطاعين العام والخاص، صار في ورش عمل ضمت القطاعين العام والخاص من أصحاب المؤسسات ومدراء المؤسسات، صار في عنا رؤية سياحية انطرحت على رئيس اللجنة البرلمانية على وزارة السياحة مثل ما انطرحت على أصحاب ومدراء المؤسسات السياحية. يمكن لما طلبته أستاذ وديع أنه يكون في عندكم هيئة لتنشيط السياحة، وهذه الهيئة إذا أنشئت تكون بقرار من المجلس النيابي حتى تحمل مسؤولية أكبر، بعتقد ويمكن هيدي كانت زبدة الموضوع لأنه هي اللي بدها تنشط. اليوم معالي الوزير بحييه، واليوم كتار يعني في نشاط، ولكن اليوم ما بدنا بس حضور، نحن بدنا تفعيل. كيف ممكن إذا هذه الهيئة وجدت لتنشيط السياحة، شو بتكون برأيك مهامها؟ هدف المؤتمر كان تحقيق السياحة المستدامة، وتنقدر نحقق السياحة المستدامة لازم يكون في عندنا سياسة سياحية اللي عم يشتغل عليها اليوم المجلس من خلال لجنة السياحة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. القطاع اليوم السياحي هو اللي عم يعمل سياسته السياحية. نحن كنائبات سياحية وكقطاع سياحي من زمان وجاي منطالب ومنشد ومنقول بدنا هيئة لتنشيط السياحة. هي أول مرة وزير للسياحة يعني أخذوها بعين الاعتبار. يعني أنا بعرف دائما توصيات تنزل، بس نحن بدنا تتفعل هذه التوصيات. يعني لجنة السياحة النيابية حطتها بجدية على جدول أعمالها؟ ما انحطت على جدول الأعمال بالوقت يلي كانت وزارة السياحة مهتمة بهذا الموضوع، مهتمة جدا، لأنه نحن وصلنا من خلال ورش العمل ومن خلال المؤتمر اتفقنا على أنه يكون في شراكة حقيقية بالإدارة ما بين القطاعين العام والخاص، وهيدي بتجسدها هيئة تنشيط السياحة. المفروض يكون في دور للقطاع السياحي الخاص أساسي، ويكون له هو التأثير بهالهيئة هاي، لأنه هو بيعرف لوين بده يروح،
كيف بده يروح، هو بيعرف على أي إذا بدنا نسميهم زباين اليوم، بيعرف مين زبوناته اليوم وبيعرف كيف لازم يتوجه لهم أكثر من الباقي. كيف بدنا نرجع لبنان للخريطة العالمية؟ اليوم أنا عم بحكي عن خريطة داخلية، يعني اليوم نحن ب 22 تموز 22 صار عند كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين محطة في مرمرون عناية مرشربل، يعني هالاستقطاب السياحي الديني الروحي اللي قداسة البابا اختار لبنان يكون يعني بلد السياحة الدينية، قدي هالاستقطاب هيدا كمان بنشط. أكيد نحن اليوم على لائحة الحاج الديني من قبل الفاتيكان، هيدا بيأكد أنه لبنان اليوم بينعم باستقرار أمني، ولولا الاستقرار الأمني ما كنا اليوم موعودين بموسم سياحي ناشط خلال 2019 بهالصيف هيدا. فالاستقرار الأمني هو أساسي بهيدا الموضوع. اليوم يمكن ب 22 رح يكون عنا أكيد أكثر من 100,000 حاج ديني، يعني حتى اليوم عم نشوف انه في عندنا وفود دينيه. نعم مزبوط، وفود دينيه اليوم موجوده مثل ما نحن اللي بنعرفهم بيتخطوا ال 700 شخص من برات لبنان، ان كان في عندنا وفد من يعني عندنا جروب سياحي قاصد السياحة الدينية اليوم بلبنان من إيطاليا، مثل ما في عنا من بولندا، مثل ما في عنا من البرازيل، مثل ما في عنا كمان مغتربين لبنانيين، هلا جايين 200 مثل ما عنا من الأردن، مثل ما في عنا من سوريا، هلا 200 شاب وصبية جايين مع جامعة ثقافية، جايين على لبنان هالجمعة، جايين على جزورهم، عاملين لهم كل هالباكيج السياحي يتعرفوا على جزورهم بالوقت ذاته. ليس فقط لما حكيت على مرشربل بحكي اليوم عن دروب سياحية صارت، ما عدنا بس بنقص المكان، لأن نوصل للمكان في محطات تانية ممكن نحن أن نتوقفها ونستفيد منها، وبدعي اللبناني وأنت كمان نتعرف على بلدنا، ما هيك؟ أكيد. واليوم وجود أعجوبة حية دايمة لمرشربل اليوم كل 22، هيدا الشيء هو اللي عم بيساعد كتير تنقدر حقيقة نحقق السياحة الدينية بلبنان. صحيح. رغم أنه لبنان في كتير من المواقع، يعني في أكثر من 3000 ل 3200 موقع من مزار ومقام وموقع ديني بلبنان عم ينشغل عليهم. اليوم عم نشوف أنه في حماس من الكتار تنقدر نحقق سياحة دينية بلبنان. نحن على الطريق الصحيح إن شاء الله قريبا، نحن اليوم عم نشتغل على رزم سياحية تكون بنفس الوقت عندها فيديوهات وتصوير وشرح مفصل يقدر يوصل لشركات السياحة والسفر برات لبنان تيعرفوا حقيقة شو في عنا ويكونوا بسهولة قادرين إنهم يسوقوه. أكيد. فهذا الشيء كتير مهم اليوم للبنان وعم ينشغل، وإن شاء الله قريبا رح يشوفوا الكل هالإشياء اللي عم بتصير بلغات كتيرة. كتير منيح، وهذا اللي ناطرينه لأنه لبنان هذا اللي تعود عليه. مستلزمات الاستقرار أولا، ثانيا تنشيط، ثالثا بهالمستلزمات هيدي كمان في الأسعار بتلعب دور، في نوعية يعني اليوم لما بيوصل السائح من ساعة ما بيوصل على مطار رفيق الحريري الدولي مفروض تكون بلش اللبناني وين ما وجد يستقبل برحابة صدر ويكون هو اللي عم بيعرف هالسائح على بلده. أنا دايما بنطلق من وطنيتي، من محبتي للبنان، لما بروح على الخارج لأتعرف هيدا عم شوف ثقافة غيري. ثقافتنا اليوم نحن استاذ وديع أنت بعرف قدي مش من اليوم قدي حريص اليوم، كيف بدنا نقله للسائح بلبنان تعا على لبنان، السعر رح يناسبك، الأوتيل رح يناسبك، البادجيت اللي بدك تعمله، وين بدك تروح، خبرنا. خلينا نبلش ضمن التوصيات. كان عندنا شغلة مهمة كتير أنه لبنان يكون في عنده هوية سياحية. صحيح. براندينج لبنان. صحيح. مثل ما بحاجة أنه يكون في عندنا مقاصد سياحية، ورح نبلش بواحد منهم عم نحضر كل شيء تنطرحه على أهل القطاع والمسؤولين ونمشي كلنا سوا نقشع لبنان من منظر واحد تنحقق الهدف. هيدي الاستراتيجية اللي عم نشتغل عليها وهيدي ضروري إنها تصير، وأكيد رح بتضم من ضمنها رح يكون في تعاون مع وزارات عديدة مثل وزارة الأشغال، وزارة الاقتصاد، وزارة البيئة، وزارة الداخلية، لما ذكرت لجنة السياحة قلت أنا والنقل والتنظيم المدني، هون بدي أسألك شو ارتباط
ارتباطهم ببعضهم، بلشت افهم انه رح يكون عندكم مع وزير الاشغال هلا رح يكون عندنا ورش عمل مع الادارات العامه، وسبق وعملنا ورش عمل طلعنا فيها على خطه النقل مثل ما اطلعنا على الدراسه الشامله للاراضي اللبنانيه، واليوم بدنا نجتمع بهدف انه نناقش هالامور كلها ونشوف شو فينا نستفيد منها. يعني استاذ بديع انت مع انه اذا اجت الدوله اللبنانيه قالت السنه بدنا نحقق النقل بلبنان، بس يعني ما نشتغل على بروجي واحد هو النقل، برأيك إذا عملنا بروجي ورا بروجي أفضل طريقة؟ لأنه نحن النقل اليوم شغلة أساسية من طرقات إلى النقل العام إلى اللي بدك إياه. عندنا النقل السياحي وعندنا النقل للبناني اللي ساكن اليوم يمكن على الحدود اللبنانية بمدن وقرى بعيدة شوي عن المدن والقرى السياحية، كمان نقدر ننقلهم كل يوم على هالمدن هيدي تيشتغلوا فيها، تما يضطروا انه يدفعوا اجار الغرف الغالية اللي يمكن بوقت من الاوقات بيكون عم بيحط اكتر من نص معاشه. ففي اشياء كتير درسناها، بعدنا كنا طالعين قبل المؤتمر من ورشة عمل ضمت عدد كبير من الاسئلة يلي جاوبت على امور كتير من بينهم هالامور هيدي. أكيد. طيب وجود الاتحاد الأوروبي معكم بهذا المؤتمر قديش بيساهم حتى الأوروبي اليوم تكون وجهته لبنان؟ لأنه نحن اللبنانيين نروح على أوروبا كتير، في تبادل رح يكون؟ يعني لاحظته في جدية عند الاتحاد الأوروبي بينمي شوي أكتر يشجع أكتر؟ الجدية موجودة والمبادرة موجودة، ونحن اليوم عم ندرس مش بس الاتحاد الأوروبي، عم ندرس كل الجمعيات المانحة شو البرامج تبعيتها وشو قادر تستفيد منهم السياحة بلبنان تنضوي على هيدا الشيء، لأنه عم بيساهموا مع القرى مع البلدات ليحافظوا على تراثها على تقاليدها حتى ينموا لسياحتها. يعني بعتقد الانجيو كتير اليوم عم يلعب دور كتير مهم حتى يساهم مع الدولة ويشجع الناس بقراها بضياعها انه الايكو توريسم مثلا درب الجبل، في كتير من الامور كلنا بنعرف، في كتير من الافكار، في كتير من الافكار وفي كتير من الاشياء الواقعيه اللي موجوده على الارض. هذا دورنا كمجلس اقتصادي اليوم، التواصل والتعاون. يعني لما بنكون عم نتواصل مع الكل، عم نتواصل مع البلديات مع الجمعيات مثل ما عم نتواصل مع اصحاب المؤسسات ولا المدراء العامين ولا الادارات العامه، اليوم بدنا نطلع كيف فينا حقيقه نخلق تواصل واجتماعات بشكل دايم بين الإدارات بالوزارات من وزارة الأشغال البيئة السياحة وغيرها بهدف جعل لبنان بلد سياحي. كتير مهم، لأنه اليوم ما بدي أحرجك، بعرفك أنت خيو لرئيس لجنة المال والموازنة النيابية الأستاذ إبراهيم كنعم، أنا بوجه له تحية لأنه بعرف عمل جهد كبير بالموازنة، ولكن اليوم هالموازنة تبعوها اللبنانيين في شيء بخص كمان بالسياحة كان بيسهل كتير أو ما بعرف، كنت راضي على الشيء اللي نعمل بموضوع السياحة؟ هل هذا شيء بيشجع أو كان مفروض أنه ما يكون في ضرائب أكتر على السفر على شيء؟ بدي بعرفك ما بتشتغل السياسة، أول شغلة قلت لي أنا بشتغل سياحة ما بشتغل السياسة. صحيح. وأنا معك 100% وبرنامجنا منه سياسي، بس لكن اليوم بالقرارات اللي طلعت والقوانين بالنتيجة نحن كلنا تحت القانون. أكيد نحن تحت القانون، وشو ما كان القانون نحن كأصحاب مؤسسات رح نطبق هيدا القانون، نحن كنائبات ولا كمجلس اقتصادي نحن منطبق القانون ومنطالب بتطبيق القانون. يعني هالقرارات أنا اللي بدي أقوله، أنه أي قرار اليوم بتقوم فيه الدولة اللبنانية يمكن ما يأثر على الدولة اللبنانية قد ما يأثر على المؤسسات. فاليوم أي قرار ممكن يأذي المؤسسات، اليوم كنا احنا كقطاع سياحي لنا فترة طويلة عم ندير أزمتنا. صحيح. على سبيل المثال خلينا نشوف انه بال 75 خسرنا 204 اوتيلات، 130 اوتيل برات بيروت بالجبل ما رجع منهم اكثر من 10 لتاريخ اليوم، يعني في خلل بمطرح ما. اليوم اكيد المسؤولين إذا ما بيعرفوا بيقدروا يعرفوا قديش في استحقاقات على أصحاب المؤسسات الفندقية بلبنان، إن كان للبلديات إن كان للمالية إن كان للمصارف. اليوم العائلة الفندقية صارت عائلة، يعني اليوم صاحب المؤسسة والموظف صاروا عائلة مع بعضهم عم يشتغلوا تيحافظوا على استمرارية المؤسسة. وزارة العمل بخصوص اليد العاملة اللبنانية نحن معها، قديش أنتم؟ أكيد نحن معها، نحن بهمنا اللبنان اليوم بمؤسستنا، هيدي هي صورة لبنان. اليوم السائح اللي بيزور لبنان عندنا خبرات لبنانية لازم نشوف حالنا فيها، عندنا خبرات كتيرة بس في عندنا أشياء كتير بدنا نصححها مع هالمبادرة.
المؤتمرات هيدي، بدنا نخلق حوافز للشباب اللبناني تيخترطوا بهيدا القطاع، بدنا نأمن لهم مستقبلهم. إذا ما شاف مستقبله بقلب القطاع تبعنا، إذا شاف أنه مؤسساتنا اليوم عم بتعاني باستحقاقاتها، إذا شاف أنه عدد كبير من مؤسساتنا اليوم مسكرة أبوابها وانتقلت بأغلبيتها للمصاريف، فمفروض على المسؤول يقشع هيدا الشيء قبل ما يقدم أي موضوع لقدام. نحن ناطرين دعم. أكيد. نحن بعد هذا الفاصل رح نكمل معك أستاذ وديع كنعان حتى كمان نحكي شوي عن السياحة ودورنا نحن كلبنانيين. فاصل ومنتابع. منتابع الحال عنا مع رئيس لجنة السياحة طبعا النقل والتنظيم المدني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستاذ وديع كنعان. طرحنا طبعا طلقنا من مؤتمر نحو سياحة مستدامة بالشراكة قلنا مع الجميع المعنيين، طرحتوا الحلول مثل ما طرحتوا الهواجس. في حلول اليوم، من وين بتبلش الحلول؟ وبرنامجنا اسمه الحل عنا، فهالمرة الحل عند مين وشو هي الحلول؟ الحلول المطروحة بتبلش لما ننطلق من واقعنا الاقتصادي الاجتماعي السياسي الأمني والسياحي. نعم. طبعا نعم. بينطلق لما بنحط هدف قدامنا انه بدنا لبنان يكون بلد سياحي، هيدا الشيء مفروض المسؤولين كلهم يتفقوا عليه انه بدنا لبنان يكون بلد سياحي. هيدي شغلة مهمة كتير. الشغلة الثانية هي انه يكون عندنا مقاصد سياحية ضمن لبنان ذو هوية واضحة، نعمل لها رزم سياحية مسعرة ومهدفة، عارفين مين زبوناتنا، ومسعرة نسوقها ونبيعها بالخارج. هيدي مهمة كتير وبلشت نوعا ما. صحيح انه ضمن يعني لما بتبلش خفيفة، بس عم نحضر كل شيء لتنشيطها وتحقيقها. إذا عم تحكي عن البنى التحتية قديش أساسية اليوم؟ أكيد البنى التحتية أساسية جدا اليوم. ما بدنا ننسى أنه نحن منطلقين من 24,000 غرفة، منهم كتار. عندنا 460 أوتيل، أغلبية أوتيلاتنا ما بين 40 و60 غرفة. من هيك عم قول أنه القطاع الخاص بيعرف أكثر من غيره على بأي اتجاه لازم يروح تيقدر يجيب سياحة على لبنان. كيف بتقيم يعني ما فينا نروح على سياحة الوفود الكبيرة؟ يعني مع أول الصيف لهلأ بعدنا يعني عم نستقطب ولا تأثرنا؟ لا، موسمنا السنة ما تأثر. بعد في عنا نحن استقرارنا الأمني هو مثل ما حكينا هو الأساسي رغم بعض الحوادث المحلية اللي صارت. اليوم الاستقرار الأمني مسيطر وفي ثقة فيه. هيدا المهم. من هيك اليوم نتوقع أنه هالسنة رح بيكون في عنا موسم أفضل من سنة الماضية، خاصة بفنادق الخمس نجوم ببيروت. بالنسبة للضيع والمناطق والقرى اللبنانية، قديش بدنا ننشط السياحة الداخلية اليوم؟ أول شيء للداخل، أول شيء هلا المغتربين بيجوا بيطلعوا على ضياعهم، ومن ضياعهم بينطلقوا. هيدي شغلة أساسية، بس كمان قديش نحن اليوم قادرين بعد، قديش عم بيصير في من البرامج، قد البلديات عم تشتغل بالامكانات المطلوبه، يعني قديش اليوم عم نشوف بتعول. انه عم نشوف انه في شغل احسن بكثير من قبل. وفي صار معرفه وعم نشوف انه عم بيكون في من مهرجانات من اشياء كتير حلوة بالنسبة إذا بدنا نقول المنتج اللي بيطلع من الضيعة، عم يخلق هوية لهالضيعة. يعني بوتشيلي لما أجا قدي جيب سياح من برا قبل لبنان، يعني تسكرت من برا قبل الداخل. هي شغلة مهمة أكيد، وغيره كمان، يعني عم نحكي كمان في أكيد بكل المهرجانات. واليوم عم نشوف نحن بالفنادق اللي موجودة بمصايفنا وخاصة اللي فيها مهرجانات، بأوقات المهرجانات وبالويك أندات عم بتكون الفنادق شغلة بين 80% و90%. أما خلال أيام الأسبوع مقبولة، لأنه مش بس الناس بتفتش على غرفة، بتفتش على الترويقة تاني النهار، بتفتش على الطبيعة، بتفتش. يعني كتير مهمة كمان هيدي، مش بس طلعنا حضرنا مهرجان ونمنا ليلة. نحن لو بيعرف اللبناني أو بيقدر ياخد فرص خلال أيام الأسبوع قادر يحصل على أسعار 100%. يمكن أقل من 35% و40% ضمن موسم الصيف بفنادقنا، بفنادق الاستياف، لأنه ما عم تتعدى نسبة الإشغال 40% و50%. والأسعار مقبولة برأيك؟ يعني الأسعار خلال أيام الأسبوع عم بتكون مثل ما حكينا أكثر. الزبون هو اللي عم يقدر يفرض السعر اللي بده إياه. أما خلال وقت اللي رح يكون فيه مهرجان
ولا بعطلة الأسبوع الأوتيل بيتكل على هالأيام هاي تيسكر مصاريف السنة كلها سوا. ما نحن بعدنا عم نقول أنه عنا مشكلة كتير كبيرة اليوم بفنادقنا أنه منتكل على موسم الصيف وبعض الفرص هيدي هي بدنا نطلع منها. من هيك عم تشتغلوا على استدامة يعني على مدار السنة، ولبنان ما بفتكر في بلد قد لبنان عنده يقدر يأمل استدامة. إذا ما حققنا السياحة المستدامة رح نضل عم ندير أزمة بلبنان. اليوم أكيد في عنا تنوع سياحي مثل ما في عنا تنوع بمطبخنا، إن كان التلياني ولا الفرنساوي ولا اللبناني ولا الصيني ولا غيره، اليوم موجود متوفر بلبنان. عنا تنوع بالثقافات، عنا تنوع قرب المسافات، يعني بعجقة السير أوكي بس في قرب مسافات، يعني وين ما مروح بالبلد أي بلد بالعالم في عجقة سير ما حدا يقلي، وأي بلد بالعالم بالمواسم في عجقة على المطار. نحن منسافر وحضرتك بتسافر أكيد كتير لبنانيين، ما بقى نقول هي عجقة على المطار، بكل مطارات العالم نوقف ساعة وساعتين لنوصل. وهالسنة أفضل من السنين أفضل اللي سابقة، لأنه في تحسين الحمد لله، في تحسين وهيئتهم رايحين بعد لتحسين أكتر. اليوم خلينا نحكي عن عجقة السير. عجقة السير بالنسبة لنا بالسياحة بتحل المقاصد السياحية، لما جبال بتكون مقصد سياحي، لما سور بتكون مقصد سياحي كامل متكامل، السائح رح يقصد جبال ويقعد فيها مرة واحدة رح يروح على المطار. فبيقدر إذا اشتغلنا مزبوط على توقيت الطيران تنقدر نعمل incoming للبلد مش outgoing، لأنه للأسف اليوم لما نفتنا بالرزنامة تبع شركات الطيران والطيارات اللي بتجي من برا شفنا أنه بأغلبيتها بتشتغل على outgoing، بتشجع اللبناني يسافر ما بتشجع الأجنبي يجي على لبنان. من هيك نحن ميزة لبنان هي صيف شتاء على 365 يوم بنقدر نأمن سياحة مستدامة، وهيدا دورنا نحن. قبل ما ننهي الحل عنا اسم البرنامج، في حلول أكيد الحلول، وهلأ بعدنا طرحين جزء كبير منها. قادرين نوصل لسياحة مستدامة. نحن بحاجة لقرار وطني جامع أنه لبنان يكون بلد سياحي، هذه بكل معنى الكلمة. نحن بحاجة لتفعيل الإدارة داخل الوزارات، ما في تفعيل للإدارة. إذا فعلنا نحن بحاجة أنه كل واحد منا يعرف شو شغله، إن كان رئيس لجنة السياحة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي ولا لجنة السياحة ولا إن كانت الوزارة ولا القطاع الخاص ولا صاحب المؤسسة ولا البلدية أو أي جهة، كل واحد يعرف شو الجوب ديسكريبشن تبعه، شو دوره ويعمله، ما حدا يعمل دور الثاني وما حدا ينزعج إذا شايف حدا عم يعمل دوره. لا على كل حال يعني المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو المكان المناسب يمكن اللي منه بتنطلق استراتيجيات، وبعرف من وقت ما استلم استشار له أنتوا كنتوا معه وبعدكم موجودين، يعني ما تركتوا كتلة نيابية ما طرحتوا عليها وإجيت وهيدا، ما تركتوا يعني آخر هالمؤتمر السياحة المستدامة، هيدا دور كتير مهم، ولكن لوحدكم ما بتقدروا إذا ما هالإدارات اللي حكيت عنها وهالوزارات، وأنا بتمنى يكون في عنا هيئة تنشيط سياحة. نحن دورنا نقترح قوانين، دورنا نعمل رؤية وسياسات. اليوم عملنا رؤيتنا السياحية، أخذنا شو بدهم أهل القطاع من قوانين عم نشتغل عليها تنقدمها على طاولة رئيسة الحكومة، مثل ما رح نقدم إن شاء الله خلال السنة ونص اللي باقيين لنا رح نقدم مشروع سياسة سياحية عملها القطاع السياحي على طاولة رئيسة الحكومة. يعني هيدي اجت من القطاع اللي بيعرف، يعني حطيتوا ايدكم على الجرح، يعني عم نعمل شغلنا، عم تعملوا شغلكم، يعطيك العافية. اليوم إذا حكينا عن الحج الديني، أو نحن بنحكي بكل لبنان عنا كتير مقامات وعنا كتير مزارات، كمان بنحكي عن سياحة قرب الجبل من البحر وغيره، بنحكي عن ثقافة كمان لأنه السياحة هي ثقافة تبادل خبرات. إدي نحن لبنان كمان صار عنا كتير خبرات من الخارج، ليش بدنا كمان تنتقل خبراتنا للخارج، بس ما بدنا نخسر كمان اليد العاملة اللبنانية اللي عم نخسرها بلبنان، وهيدي طاقات كتير مهمة أستاذ وديع. بدنا توعية أكتر مثل ما قلنا، بدنا حوافز، بدنا نحفظ حق الشاب اللبناني والصبي اللبناني تيقدروا يبنوا مستقبلهم. إذا ما شافوا مستقبلهم داخل مؤسساتنا ما رح يندمجوا بقطاعنا، وإذا أصحاب المؤسسات منهم حقيقة قادرين يحافظوا على استمرارية مؤسساتهم، منهم شايفين سياسة سياحية هن حاطينها وشايفين كيف عم تتقدم ووين عم تتطبق وشو دورهم الحقيقي بالموضوع، كل واحد منا رح يشد لصدره أكيد. بس تيشوف كيف بده يحافظ على استمراريته. ما بدنا ننهي أنه اليوم أصحاب المؤسسات عليهم استحقاقات كبيرة ما عم يقدروا يقوموا فيها، بس كلهم بعدهم
تفائلهم موجود، مآمنين بالمستقبل. من هيك كل واحد منا مثل ما قلنا يعمل دوره، وأكيد رح نقدر نحقق السياحة المستدامة 100%. سياحة الأربع فصول 100%. سياحة الأربع فصول على الأكيد. نحن رح نلتقى فيكم بكرة دايما مع الحل عنا. MTV، إلى اللقاء. شكرا لحضورك معنا. شكرا للMTV وبتشكرك.